طيب يا حضرات، الزميلة العزيزة نورهان طمان أكيد جاهزة دلوقتي بمجموعة مانشيتات من الصنف الملفت للإنظار. يعني في خبر كده ليه علاقة بمحمد صلاح، ويقال يا ست الكل والله أعلم أنه اقترب بالفعل من تجديد عقده مع ليفربول في يناير الجاي. لسه كنا بنقول امبارح. أيوه، لا بس الأرقام بقى إيه، شبه اتأكدت. يعني شبه في كلام على أن الراتب سيرتفع إلى 500,000 جنيه استرليني أسبوعياً، وأنه في تجديده لعقده في يناير الجاي إن شاء الله هيكون إجمالي قيمة التعاقد 117 مليون جنيه استرليني مدة تعاقده مع النادي. طبعا يعني بنتمنى لمحمد صلاح المزيد والمزيد. محمد صلاح مش من الناس اللي بنبر عليها. أنا مركز مع كريستيانو رونالدو، لكن ابننا لا ياخد زي ما هو اللي يقول عليه الدهون على طول. نورهان صباح الفل عليك، احنا جاهزين عشان نسمع منك بقى أهم المانشيتات، اتفضلي. يا صباح الخير يا كريم، وصباح الخير يا نهاوند، وصباح الخير على كل مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان. احنا كنا هنبدأ بخبر لمنتخب مصر، ولكن طبعا بما انك ذكرت محمد صلاح في الأول، خلينا نقول الخبر اللي معانا عن محمد صلاح لجريدة الرياضية السعودية. الليفر يغري صلاح ب 117 مليون استرليني. اقترب النجم محمد صلاح نجم فريق ليفربول طبعا الانجليزي من تجديد عقده بعد حاله من الانتظار لجماهير اللاعب وعشاقه في كل مكان. وزي ما قلت يا كريم، يمكن العرض المقدم من قبل ليفربول 117 مليون استرليني ليصبح محمد صلاح في فئه اللاعب الاعلى اجرا في او اللاعبين الاعلى اجرا في الدوري الانجليزي. يمكن الرياضيه السعوديه ذكرت في قررها انه محمد صلاح في الموسم الحالي خاض 22 مباراه، سجل خلالهم 21 هدف وصنع 8 اهداف. اما بقى تاني خبر معانا من جريده المساء، يوم ترفيهي للاعبي الفراعنه مكافاه من كيروش. منح المدير الفني كارلوس كيروش المدير الفني البرتغالي لمنتخب مصر يعني يوم ترفيهي للاعبين عقب طبعا الفوز على الأردن والصعود لنصف نهائي بطولة كأس العرب المقامة في الدوحة واللي بتستضيفها الدوحة حتى 18 ديسمبر الجاري. كمان خلينا نقول لكم انه تقرير المساء او جريده المساء قال انه يعني محمد الشناوي وحمدي فتحي البرنامج العلاجي اللي هيحدد مشاركتهم امام تونس يوم الاربعاء المقبل بعد اصابتهم ب يعني يمكن اجهاد في العضله الخلفيه. ويقترب احمد حجازي من العوده مره اخرى للتدريبات الجماعيه للفريق، وايمن اشرف بيواصل تدريباته او بيواصل بمعنى اصح برنامجه العلاجي زي ما ذكر جريده المساء. ومن جريدة اليوم السابع نروح بقى للأخبار العالمية والدوري الأسباني. أنشلوتي ريال مدريد المرشح المفضل للفوز بالدوري. أبدأ الإيطالي كارلو أنشلوتي سعادته الكبيرة بفوز ريال مدريد أمس على نظيره أتلتيكو مدريد بهدفين دون رد في المباراة اللي أقيمت ضمن منافسات الجولة ال 17 للدوري الأسباني. كارلو أنشلوتي أبدى سعادته لما قدمه الفريق في المباراة، وقال إنه ريال مدريد رغم خسارته للدوري الموسم الماضي إلا إنه المرشح دائما الأول للفوز ببطولة الدوري. ريال مدريد يتصدر جدول الدوري برصيد 42 نقطة، وأتلتيكو مدريد في المركز الرابع برصيد 29 نقطة. ومن جريدة الشرق الأوسط وآخر أخبارنا لدوري كرة القدم الأمريكي، نيويورك سيتي بطلا للدوري الأمريكي لكرة القدم للمرة الأولى في تاريخه. حقق نيويورك سيتي لقب الدوري الأمريكي لكرة القدم بعدما تغلب على بورتلاند تيمبرز بركلات الترجيح وسط حالة من الهرج والمرج داخل المدرجات والتوتر. يمكن شفنا أو يمكن الشرق الأوسط قالت أنه في أحد المشجعين ألقى بأحد العلبة من الألمونيوم أثناء احتفال اللاعبين في المباراة، وتم إخراج المشجع وإسعاف اللاعب واستكمال المباراة. دي كانت ابرز اخبارنا هنا من جريده البوابه نيوز. شكرا لكم جدا وعوده للاستوديو. احنا اللي بنتوجه ليكي بكل الشكر زميلتنا العزيزه نورهان طمان على هذه التغطيه الصحفيه المتميزه، وصباح الفل عليكم.